ندخل كثير بالتفاصيل، لازم نوه انه هي روايه ما بتقصد بلد معينة، ما بتقصد ثقافة معينة، هي بتقصد كل العرب. شو اسم الرواية؟ القندس. رح خبركم كل التفاصيل، أو حتى مو العرب على فكرة، حتى حول العالم. هي الموضوع عن المجتمعات المغلقة، العائلات المغلقة. لحظة أنا كنت مستحيل أفوت كتاب نوار. أنا هيك عم بستناك، لهيك بعدني عم بعطيهم مقدمات، ما دخلت كتير بالقصة. أوكي، بيقولوا إنه الرواية تعري واقع العلاقات الهشة. الفكرة أنه الرواية كانت أحداثها بين الرياض وأمريكا، البطل اسمه غالب. ليش تعري واقع العلاقات الهشة أو العائلات المغلقة؟ لأنه كانت أزمة حياة هذا البطل أنه هو ما قدر يتزوج محبوبته لسبب واحد، أنه نحن كنا بانين أفكارنا على الزواج يتبلور بالاسم والنسب. نحن ما بنعطي ابننا لمثلا بنت عائله غير معروفه، ونحن عائله الفلانيه، نحن عائله كثير معروفه. فهي كانت مشكله البطل الاكبر انه ما رضيوا زوجوا محبوبته لان هي من عائله اقل منهم. الفكره انه كمان الروايه طرقت مو بس لهذا الموضوع، طرقت لاكثر موضوع واهمهم الزواج لمجرد انه انا ما بدي اوصل ليصير يقولوا لي يا عانس، او مثلا ما بدي اوصل لمرحله من العمر انه انا ما عملت ولا شيء بحياتي، ما تزوجت ما جبت اولاد. فالزواج يقبلوا بأول عريس باب البنت بعمر معين. الخيانة، طرقوا كمان للخيانة ولبعض العلاقات اللي المجتمع يمكن بيطرح عليها مثل صفات سيئة، لكن هي بالواقع مو سيئة، هي بالواقع يمكن صداقة، بس نحن يمكن فكريا ما عنا كتير هاي القصة. الفكرة كمان بدي أخبركم عن موضوع كتير مهم، موضوع التشتت العائلي. أب البطل اكتشف بفترة هيك معينة من حياته هشاشة العائلة اللي هو بناها، فقرر وصف البطل أنه جاب صمغ ولصق أفراد العائلة ببعض، مع العلم أنه القلوب كانت بشتات دائم. فقال أنه العائلة كانت بكماء فيما بينهم لكن ثرثارة في محافل الآخرين. الأولاد اجتمعوا مرتين بس، لما توفى الوالد ولما كانوا بالمحكمة عم بيحاولوا يوزعوا الميراث. فظلت العائلة مشتتة. فهذا الموضوع بيخليكم توقفوا عند فكرة كتير مهمة، قديه مهم الاتفاق الروحي ما بين العائلة، الاتفاق الفكري كمان. إذا أنا ابني بده يتزوج فلان الفلاني يتزوجها، يعني على مبدأ يتعلم من كيسه، خليه يتزوج مين ما بده، هاي حياته، هو حر. هو بعدين يا أما بقرر أنا اتخذت القرار الصح يا أما أنا اتخذت القرار الغلط، لأنه ما رح يسامح لا الأب ولا الأم إذا عيشوا شوكو بإيده مثل ما بيقولوا. نعم، هو بيأبع شوكو بإيده بالضبط. ما رح يسامح لا الأب ولا الأم إذا مثلا حرموه من هاي القصة، وهي القصة بتتفاقم وبتكبر. هي مو بس فكرة إنه نحرم من زوجة كان بيتمناها. الرواية كلها مبنية على المجتمع المغلق. خبرتكم البطل كان عايش بالرياض وطلع على أمريكا، ف في فرق شاسع بالتفكير ما بين البلدين. في عادات وتقاليد يمكن نحن متقيدين فيها أكثر، لو منحاول مثل ما بيقولوا نفرفد هاي القيود رح نعيش بطريقة مسالمة أكثر، نكون مرتاحين أكثر. الرواية ما كان فيها حبكة قد ما كان فيها مقارنات، كان فيها تأمل دائم. بدي فرجيكم على الغلاف. الغلاف كأنه البطل بيشرح الغربة، وحدانية البطل، كيف عاش كل حياته يمكن وحيد، انكساره الدائم. دائما كان عم يتأمل وعم يتمنى أشياء لو حصلت. بس قولي لي معنى القندس. أوكي، القندس هو حيوان من السنوريات، حيوان بيعيش بالماء. هذا الحيوان أسنانه قوية جدا، فبيقدر بيقدر يقطع الخشب ويبني من الخشب سدود. الفكرة أنه البطل كل تأملاته اللي خبرتكم عنها كانت قدام نهر بأمريكا، وكان يشوف حيوان القندس كيف عم يبني هاي السدود. الربط، البطل اسمه غالب على فكرة، الربط كيف غالب قدر يجيب قصص وروايات وأخبار وقضايا من حياته قدر يعمل فيها رواية. في شيء مقولة كتير حلوة ذكرت بالرواية، بتقول من الممكن أن تتحمل مواربة باب غير محكم جيدا، لكن من المستحيل أن تتحمل أن تعيش تحت سقف مثقوب. كل الأشياء بتقدري أنت تصلحيها إذا كانت يمكن بسيطة، إذا كانت مبدئية، بس إذا شيء قابع بشخصيتك أساسي كتير صعب تصلحها. أبشع من هيك أنه تتناقل هاي القصص عبر الأجيال. يعني أنا برأيي نحن كشباب
أنا ما عم أقول نطلع برات العادات والتقاليد أبداً، بالعكس فينا نحتفظ بعاداتنا وتقاليدنا بس ما نخنق بعض، نخليها ملائمة أكثر. بالضبط، ما نخنق بعض تحت مسمى العادات والتقاليد. في قصص عم بتصير ما خاصة بالعادات والتقاليد، بس نحن بنطلع بنقول إنه والله عاداتنا وتقاليدنا، لا عاداتنا وتقاليدنا ما قالوا لنا إن إحنا ندفن، بما إنه الرواية عم تحكي عن هذا الموضوع، ندفن حب لمجرد إنه هي مش من عائلة، مش من عائلة ملائمة.